مودرن وارفير 3. ان شاء الله تكونوا مبسوطين ومرتاحين. معكم اونست من قناه اونست ارت، وبلشنا يا شباب مودرن وارفير 3. انتم ان شاء الله حتشاهدوا بدقه ال 4K، وحبلش بهيدا الجيم شوي شوي. ستوري مود اللي عمل بري اوردر فيه يلعب هلا ستوري مود، واللي ما عمل بري اوردر بيرجع لما يشتريها قرص او بيشتريها بعدين بيرجع فيه يلعبها بعد يومين. واللانشينج المزبوط ب 7 ان شاء الله بصير فيكم تلعبوا. اوكي بلشنا بلاي. اي اندرستاند في عندكم اربع خيارات، انه من السهل للاصعب. واو بلشنا بالغواصه. هلا اول شيء بحطوا لكم ستوري قصه. الصوت شو حلو والدقه، وانتم مثل ما عم تشاهدوا بدقه ال 4K. ايوه حلو. نفتح السكر، عم نقشع مظبوط. اجمل سري كود هو مودرن وورفير. يلا نروح، طلعنا من الغواصة. ثلاثة نحن، أنا وشخصين. بتبلش مهمة بأنا وشخصين. هيدي هي الكسر إن شاء الله بدنا نقتحمها. أوكي all teams eyes on target. تعال هلا نخلص من تحت ونوصل بكل سهولة. أبدا شيء easy. يلا مودرن وورفير 3 كمان هيدي الدعاية، ولحتى نبلش يا شباب. اوبريشن 627، هيدي العملية 627 يمكن العدد تاع كول اوف ديوتي كلياته. وهيدي هي الكسل. بدنا نبلش بالتحمام ونبلش ستوري مود. بس صدقا ما عارف انه بكمل المقطع وبنزل مقاطع على الجيم بلاي، ولا بطلع ستريم لايف بث مباشر وبلعب اللعبة. هذا الخيار لكم، اكتبوا لي بالتعليقات. اهم شيء تكتبوا لي اذا بدكم تشاهدوا ستريم لاطلع هلا ستريم بعد شوي ان شاء الله، او اذا بدكم مقاطع يعني بلعب نص ساعة او ساعة وبحمل مقاطع كل نص ساعة او كل ساعة ستوري مود اذا حابين تشوفوها. اكتبوا لي بالتعليقات وان شاء الله بنلعبها بالجيم وبنختمها. وما تحرمونا بالاشتراك بالقناة، تفعيل الجرس واللايك، ونحن وياكم مودرن وورفير 3 وورزون ان شاء الله 3 كمان بتنزل بعد شي 25 يوم. يلا حكتفي بهذا المقطع لهلا، واكتبوا لي شو بدكم لايف اطلع ستريم ولا نزل المقاطع الستوري. يعطيكم الف عافية.